عودة لكم مشاهدينا وعودة مباشرة لضيفنا الكريم دكتور أحمد بن صالح أو بن سعيد المعشري، أستاذ مشارك بقسم هندسة الكهرباء والحاسب الآلي بجامعة السلطان قابوس، الحديث عن المشروع البحثي تحت عنوان تصميم متحكم السرعة التعاوني لفصيلة سيارات ذاتية الحركة. مساء الخير دكتور، ونرحب بك في برنامجكم من عمان. مساء النور بيان، وأشكركم على الاستضافة. واجبنا. بداية نريد أن نعطي المشاهد فكرة عن هذا المشروع البحثي. نعم، فكرة المشروع هي رغبة الفريق البحثي في المساهمة في إيجاد حل الشوارع المزدحمة. فجاءت الفكرة من العمل على زيادة انسيابية الحركة في الشارع. فتخيلي معي، إذا عندك طابور من السيارات ويتم تقييل المسافة بينها، إذا تم تقييل المسافة بالإمكان زيادة الانسيابية، لكن مثل ما احنا عارفين تقييل المسافة بين السيارات هو يعني شيء خطر. وبالتالي كانت الفكرة استبدال السيارات التقليدية بسيارات ذاتية الحركة وتطوير متحكم يسمح بتقييل المسافة بين السيارات وبالتالي رفع الانسيابية وبالتالي تقليل الازدحام في الشوارع. فهذه فكرة المشروع باختصار. نعم، طيب من خلال بحثكم في هذا المشروع وطرقكم باب هذا الموضوع بالذات، إلى ماذا تسعون من تحقيق أهداف مختلفة لهذا البحث؟ مثل ما ذكرت أنه الهدف الرئيسي هو حل مشكلة الازدحام في الطرق بزيادة انسيابة الحركة مع المحافظة على السلامة المرورية. فبالتالي كانت هي هذه الأهداف الرئيسية للفريق البحثي. نعم. وبناء على التجارب اللي سويناها وتجارب المحاكاة نتوقع أن حققنا هذا الشيء. جميل. طيب دكتور أحمد، إيش يميز هذا المشروع عن غيره من الجهود البحثية في ذات السياق؟ كل الأبحاث السابقة كانت تفترض بعض الأشياء وذلك رغبة من الباحثين في تسهيل المشكلة. مثال، كان يفترضوا أن جميع السيارات متماثلة، وهذا طبعا شيء غير منطقي لأن السيارات تختلف في أحجامها في تسارعها وتباطؤها. شيء آخر أنه الأبحاث كانت تفترض ديمومة الاتصال بين السيارات، لأنه يفترض أن يكون هناك شبكة لاسلكية بين السيارات بحيث يكون في تبادل معلومات وبالتالي محافظة على سرعة موحدة بين السيارات. وهذا طبعا شيء مرة أخرى غير عملي. ربما يعني أكبر مثال، في بداية اللقاء حصل خلل فني وما استطعنا نتكلم، فما بالك لما يكون في الشارع ممكن يكون أيضا هناك خلل. فجاء البحث هذا ليفترض أنه السيارات ما راح تكون متماثلة، ممكن تكون بأي حجم وأي تسارع وتباطؤ، وأيضا حتى لو صار انقطاع في نظام الشبكة اللاسلكية بين السيارات فالمتحكم اللي تم تطويره قادر على التعاطي مع هذه المشكلة وحلها ويعني والمحافظة على السلامة المرورية حتى في غياب الشبكة اللاسلكية. نعم، طيب بعد ما انتهيتم من هذا البحث وأيضا التقصي حول هذه الحلول اللي ذكرتها في حديثك، ما هي أهم النتائج التي خلصتم إليها من خلال مشروعكم البحثي هذا؟ أهم النتائج تجارب المحاكاة اللي قمنا بها أثبتت أنه المتحكم زاد انسيابية الطرق إلى 40% مقارنة مع المتحكمات الموجودة حاليا. طبعا رقم 40% هذا رقم جيد جدا، وكان هذا واحد من الأسباب اللي بسببه فاز المشروع بالجائزة. الشيء الآخر أنه على الرغم من أن المتحكم هذا يعطيك الانسيابية، لكن تصميمه وتنفيذه هو قليل التكلفة وبالتالي مغري أكثر بالنسبة للشركات لتبنيه في السيارات. طيب في تطبيقات يعني عملية على أرض الواقع دكتور لهذا المتحكم؟ نعم، بإمكان استخدامه في الشوارع العامة، في طوابير السيارات. تخيلي ما عندك مجموعة من الناقلات، هذه الناقلات بإمكانها تثبيت هذا المتحكم، والمتحكم يعمل على ربط هذه الناقلات لاسلكية والحفاظ على سرعة موحدة بينهم مع تقليل المسافات وبالتالي بزيادة انسيابية الحركة في الشوارع وتقليل الازدحام. فنحن مؤمنين أنه بالإمكان استخدام هذا المتحكم وبالإمكان تطبيقه، ولكن طبعا ما زلنا في حاجة إلى مزيد من التجارب الميدانية
حتى نثبت من السلامة المرورية أثناء استخدام هذا المتحكم. نعم، يعني اليوم تأتي هذه الاستضافة دكتور نتيجة لفوزكم بإحدى جوائز الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2020. نتحدث عن هذا الفوز، ماذا يمثل أيضا بالنسبة لكم كباحثين في هذا الفريق البحثي، كباحث عفوا؟ بلا شك بداية أريد أشكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على هذا التكريم. والحقيقة بالنسبة لنا هذا التكريم بالإضافة لأنه يسعدنا، بالتأكيد هو تشجيع لنا على أن نستمر في هذا البحث والسعي إلى تطويره وتحديثه. فبالنسبة لنا هذه الجائزة التكريم نفرح له بشدة وتشجيع كبير لنا. نعم دكتور، أنت عضو في هذا الفريق البحثي، لو نقرب المشاهد الكريم أيضا من الفريق ككل، كامتنان وشكر أيضا وتقدير لعملهم. شاكر لك. الفريق يتكون من 5 أشخاص، في عندنا طالبة ماجستير المهندسة منى الرحبية، بالإضافة إلى 4 أساتذة، أنا مع الأستاذ الدكتور حاج بردوسن، الدكتور أشرف سليم والدكتور مدحت حسين، كلهم من نفس القسم، قسم هندسة الكهرباء والحاسب الآلي. والفريق عمل لفترة تجاوز 2 سنين في تطوير هذا المتحكم والعمل على نشره في مجلة مرموقة دوليا بإذن الله. طيب دكتور، يعني ما أهمية اليوم أن نناقش أيضا هذا المجال بالذات رغم تقدمه؟ أيضا نتحدث هنا عن يعني فصيلة سيارات ذاتية الحركة على وجه التحديد. بلا شك ربما بعض المشاهدين الآن وإحنا نتحدث ربما أيضا نتكلم عن الخيال العلمي كون نتحدث عن سيارات ذاتية الحركة بالضبط، لكن حقيقة التطورات اللي حصلت في السيارات، أبسط مثال عندك سيارات تسلا. سيارات تسلا الآن أصبحت في الخانة الرابعة. الخانة الرابعة بمعناته أن السيارة تقوم بمعظم المهام وتحتاج فقط إلى انتباه بسيط من السائق. الآن مصنعي السيارات في اتجاه الفئة الخامسة. الفئة الخامسة معناته أنه السيارة تقوم بكل المهام دون الحاجة حتى إلى السائق، يعني بإمكان السائق يشرب شاي، يكتب قصيدة، هو الآن لا يحتاج إلى الانتباه في الشارع. نتكلم عن خلال 10 سنوات ستكون هذه السيارات موجودة في السوق. جوجل كشركة عظمى في هذا المجال قامت ببناء مدينة مصغرة في كاليفورنيا الولايات المتحدة للقيام بالتجارب في السيارات ذاتية القيادة، وبالتالي ربما يظن أن هذا خيال علمي ولكن حقيقة هو قريب جدا للواقع خلال السنوات القادمة، وبالتالي لابد أن نستعد لذلك. نعم. وأحد الاستعدادات هذه هو البحث في المتحكمات اللي يمكن استخدامها في هذه السيارات. جميل، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه البحوث دوليا وعالميا كما ذكرت من خلال نشرها في أحد المجلات العلمية الدولية. دكتور، نتحدث عن الجائزة، يعني بعد فوزكم بالجائزة ما هو الدعم المقدم من قبل هذه الجائزة الوطنية لعام 2020؟ أخت بيان لو تعيدي السؤال الآخر ما سمعته. أنا أتحدث عن فوزكم بهذه الجائزة أو بأحد الجوائز تبع الجائزة الوطنية للبحث العلمي لعام 2020، يعني بعد فوزكم هل هناك دعم مقدم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؟ هو بلا شك الوزارة تدعم الباحثين في مختلف المجالات وفي مختلف المشاريع، لكن بالتحديد في هذا المشروع ليس له دعم حاليا. هناك نية لتطوير هذا المشروع وتحديثه ربما في الفترة القادمة بسبب انشغالنا في مشاريع أخرى، ولكن طبعا الدعم موجود دائما من الوزارة ونحن شاكرين له لذلك. جميل، كل التوفيق لكم دكتور، شاكرين لك انضمامك معنا عبر هذا الاتصال المرئي للحديث عن هذا المشروع المرئي أو البحثي عفوا. دكتور أحمد بن سعيد المعشري، أستاذ مشارك بقسم الهندسة، هندسة الكهرباء والحاسب الآلي بجامعة السلطان قابوس، عضو في الفريق البحثي، شكرا جزيلا. وتحية شكر وامتنان لكل من يحرص على متابعتنا في برنامج من عمان من خلال محطات متنوعة نحاول أن نقدمها ونعكس من خلالها عمان اليوم من خلال أنشطة متنوعة وأيضا فعاليات متعددة تهدف
إلى رفعة عمان من مختلف مواقع العمل والبناء. تقبلوا منا فريق عمل برنامجكم من عمان أجمل التحايا، وهذه تحية المخرج إبراهيم الزجاري. إلى اللقاء.